اليوم تعرف انت احنا العملية السياسية من 2003 ولحد هذا اليوم، انا حاليا احنا بعد 18 عام ورجعنا الى مربع الصفر. طيب مربع الصفر اللي هو مربع مثل ما تلاحظ انت ويلاحظ العراقيين جميعا، اليوم القتل، واليوم وصلت الى قتل القاضي، وصلت الى قتل العوائل، وصلت الى انتحار، ووصلت الامور هاي هاي كلها اللي هي سببها الحكومات اللي مرت على هذا البلد من 2003 ولحد هذا اليوم، وفشل الحكومات وفشل السياسيين. نعم انت مثل ما تفضلت نحتاج الى اداره واراده. اليوم احنا طيله هذه السنوات لا تجد عندنا اداره الدوله. اليوم يجب على الدوله ان تبنى على اسس صحيحه وثابته وقوانين ومؤسسات، وبعد المرحله هاي الطويله ال 18 عام واحنا في هذا الوقت وفي هذه الايام والشعب ينقتل والقاضي ينقتل والعوائل بالكامل تنقتل، زين احنا وين العمل مالتنا طيله هذه السنوات؟ وين السياسيين؟